بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، الموضوع حول القتل والإرهاب في الكتاب المقدس، والرد على بعض الافتراءات والشبهات والكذب من أعداء الإسلام في مسألة القتل. أنا المفروض كنا منتظرين أخونا هاني صلاح عشان يدخل الصوت الآن. ظابط يا شباب، صح؟ ظابط ولا شاويش؟ كنا منتظرين أخونا هاني صلاح يدخل معانا في الموضوع ده، بس مش عارف بقى النظام إيه. حياكم الله أختنا، حياكم الله برضو أختنا. ألا وحياكم الله أختنا، ألا ثلاثة أخوات ورا بعض. أبو زكريا، حياك الله أبو زكريا. اللهم بارك في حاجة. على فكرة يا إخوة، خدوا بالكم منها. الأخوات في مجال الدعوة، صراحة أنا لم أرى الآن في الوقت الحالي، لم أرى، وحياكم أختنا، لم أرى في بيقولوا على الهمة، همة الأخوات في الدعوة لم أرى لها مثيل. اللهم بارك. تلاقي حتى أداة من الفيسبوك شغالين، الأداة من الصفحات يعني، تلاقي كثير منهم اخوات وهم اللي شغالين. كذلك المجموعة، حتى البلطوك تلاقي الغالبية في الاخوات هم اللي شغالين. المجموعات الفيسبوك الاخوات هم اللي شغالين. سبحان الله، سبحان الله، مش عارف انا. وبعد ده كله يقول لك مساواة. يا عم مساواة مين يا عم الحاج؟ ده بعد كده احنا اللي هنعوز نتساوى معاهم. المساواة قال لا، ادونا حقنا زي النساء. سبحان الله، دول مش انتوا مش مساواة، انتوا كنتوا هتاخدوا كل حاجة. الله المستعان، الله يتقبل منهم يا رب العالمين. وفي عندهم همة ولله الحمد والمنة. نرجع مرجعنا لموضوعنا اللي هو القتل والإرهاب في الكتاب المقدس والعنف بين الإسلام والمسيحية. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عالم الفراق. أظن الصوت اللي بيقول الصوت مش واضح، الصوت الصوت يعني مية مية أفضل من الواضح، لأن أنا شفت التسجيل. أنا لا ده شفت التسجيل وسمعت التسجيل، الصوت روعة. الصوت روعة، تمام. طب اجهزي بقى يا حاجة نسرين والحاجة مريم على تنزيل النصوص، عشان هنتكلم الآن مقارنة سريعة بين الإسلام والمسيحية في مسألة القتال وما إلى ذلك. أنا كنت عملت رد من زمان ولله الحمد لأختي لينا في يعني أختي جديدة لينا في الدعوة وكده، كنت عملت لها رد من زمان. كانت سألتني على مسألة الفرق بين القتال والفرق بين القتل ومسألة القتل والقتال في الإسلام والمسيحية. فرديت رد مختصر، ألا وهو، ركزوا في اللي جاية. قال الله عز وجل في الإسلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قاتلوا، ما المعنى من كلمة قاتلوا؟ قاتلوا أي دافعوا، المدافعة، المدافعة، تمام. يقدروا يعملوا على جوجل بحث ويجيبوا النصوص ويحطوها على الايه، على في التعليقات. قاتلوا، زي بيقول لك كده ايه، صارعوا، المصارعة. حتى احنا بنقول الآن قتال الشوارع، ستريت فايتر. طبعا انا الانجليزي بتاعي اوعى اوعى يعني، ممكن ما اقولكش،
ستريت فايتر، ايه قتال الشوارع؟ السؤال، هل القتال لابد يكون في قاتل ومقتول؟ لا، مش لابد. حتى بنسمي قتال الشوارع وما فيش حد بيتقتل، ده قتال الشوارع اللي زي المصارعة الحرة كده مثلا، خدت بالك؟ او زي التايكوندو مثلا، او زي المصارعة الروماني. وبالمناسبة انا كنت بلعب مصارعة روماني، بس مش موضوعنا. فالقتال اسمه المدافعة، اسمه المدافعة، تمام؟ الإسلام يقول لك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. بص حتى بقى الإسلام، ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد في هذا الأمر. خلاص؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى ده معنى إيه؟ ده الإسلام. تعالى بقى، شايفين الحركة دي؟ الحركة دي أنا عملتها، كنت بشرح معنى الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل لي ولد نصراني يقول إيه؟ فاكرني نصر، فاكرني منصر، فاكرني منصر من قبل ما يشوف الفيديو، بيقول لي مش عارف، بيقول لي يعني زي بيمدح الصلاة بتاعتي في الفيسبوك، فاكرني بعمل كده بصلي، أنا بصلي. الله المستعان، العالم دي الله المستعان. فالإسلام بيقول لك قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا المدافعة الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. طيب، إله الكنيسة، منزل الكتاب، منزل الكتاب ده إله الكنيسة، منزل هذا الكتاب ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد، الشيخ في حزقيال 6 9 6، حزقيال 9 6، انا بقول من الذاكره بس، ما هو يا 9 6 يا 6 9، نزلي اختنا. رب الكنيسه قال كده، قال لك الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، ده اسمه التمثيل بالتصوير، اقتلوا مش قاتلوا. شايف الفرق؟ احسنت اختي. ايوه، حزقيال 9 6، شفتوا ازاي؟ ولله الحمد، اقتلوا للهلاك. شايف الفرق؟ في فرق بين اله يأمر بالقتال، بالقتال مش بالقتل، لمصلحة ما، وبين إله يقول اقتلوا للهلاك. طب أنا عشان تبقوا في الصورة، عشان برضه تبقى في الصورة، لما يجي لك واد نصراني يقوم قايل لك لا ملناش دعوة بالعهد القديم، قول له حلو قوي، أنت كفرت بكلام ربك يسوع. مش يسوع اللي قال ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. يعني إيه ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء؟ الناموس اللي هو شريعة موسى. طب شريعة موسى، الرب أمر موسى نفسه. خلينا أجيب النص ده لأن ممكن يبقى صعب على أختنا إن هي تجيبه بسرعة. الرب أمر موسى، يسوع بيقول أهو ما جئت لألقد لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ما جاش ينقض شريعة موسى. إيه بقى شريعة موسى؟ جاهز تسمع شريعة موسى؟ جاهز؟ أنا عايزك تكون جاهز، وبعد ما تكون جاهز جاهز تاني، وبعد ما تجهز اجهز. اتفضل يا عم. شريعة موسى، شريعة موسى هي الإبادة الجماعية. يسوع ما جاش ينقض شريعة موسى اللي هي الإبادة، نعم الإبادة الجماعية. النص بيقول ايه؟ يشوع 11 عدد 20 يقول: لأنه كان من قبل الرب، من الرب، رب الكنيسة، الرب، لا لا، الرب ده اللي هو رب يسوع، الرب اللي هو رب يسوع، أو اللي هو يسوع قبل التجسد، يسوع قبل ما يتجسد في صورة إنسان. بيقول إيه؟ بل يباد كما أمر يسوع قبل التجسد، كما أمر يسوع موسى.
انتوا واخدين بالكم من الامر؟ على فكره انا كمحمد كاعتراض اسلامي اقدر اقول لك يعني انا مش هعترض على الامر ده. لعلهم عملوا مشكله كبيره تستوجب هذه الاباده، بس المشكله مش فيا ولا كمسلم ولا في المسلمين. عارفين المشكله فين؟ المشكله الصح الكبيره جدا في النصارى المعترضين على كتابهم. يعني ايه؟ يجيك النصراني: انتوا عندكم القتل، انتوا عندكم الارهاب، انتوا عندكم معرفش مين، انتوا. سؤال: هل تكفر برب يأمر نبيه بقتل الكفار؟ إن قال نعم كفر بربه، إن قال نعم كفر برب يسوع، رب يسوع نفسه كفر بي. إن قال لا أكفر به، طب أنت واجع دماغنا ليه؟ بما إني إله الإسلام أمر بالقتال، أنت ربك أمر بالقتل وأمر أنبياءه بالإبادة، أنت بقى واجع دماغنا ليه بقى؟ انا عايز اعرف انت كمسيحي كمخيخ واجع دماغنا ليه؟ يوم قايل لك عهد قديم، عهد ما اعرفش مين. سؤال: هل كلام العهد القديم كلام الشيطان ام كلام ربك؟ بتنزل اختنا، العهد القديم ده كلام الشيطان ولا كلام الرب عندك؟ غصب عنه مش بمزاجه لازم يقول كلام الرب. طب هب بقى واحد عايز يعمل صايع عليا زي سايمون كده، معرفش سايمون دخل البث دخل البث وشافه ومشي ما كملش ليه مش عارف. طب حب واحد بقى حب يعمل صايع، عم قايل لك ايه؟ لا ده مش كلام الرب، ده كلام الشيطان. قول له حلو، وقف. اذا يسوع جاي يكمل كلام الشيطان ازاي؟ واحده واحده. الم يقل يسوع: ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. جاي يكمل إيه؟ جاي يكمل الناموس والأنبياء اللي هم كلام الشيطان. يبقى المفروض عندك يا مسيحي لو قلت أن كلام العهد القديم كلام الشيطان يبقى يسوع جاي يكمل كلام الشيطان. وساعتها المسيح هيقول لك: لا 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 يا عم، أنا هرجع في كلمتي، يبقى أؤمن أن العهد القديم كلام الرب. وخدوا بالكم، ولا خدوا بالكم ليه؟ ثواني 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 قبل، خدوا بالكم. معرفش ايمي ونسرين مين اللي كان حاضر الحوارات مع سايمون؟ مين اللي كان حاضر الحوارات مع سايمون؟ من غير، خدوا بالكم، شفتوا كم مره سايمون يرجع في كلامه اول ما بيتزنق؟ لان الانسان بقى المناظر الذكي، المناظر الذكي اللي يقدر يعمل زي نظام فخ كده للمحاور، جيت يمين غلط، جيت شمال برضه غلط، خدت بالك؟ يا حاجة، لا ده انت ده الله المستعان. بس خلينا بعيد عن النشيد اخونا متيتا داخل على طول في اللاهوت السفلي. يعني شوف، شفت اول تعليق لاخونا متيتا المكابي؟ اول داخل ايه؟ اللاهوت السفلي على طول. فانتوا شفتوا كام مره يجي المسيحي يرجع في كلامه؟ ليه يرجع في كلامه؟ لان اتحط بين فكي السندان. تمام؟ نعم، روفائيل يقول اصلا لا يجوز ان واحد يقول لا نؤمن بالعهد القديم. تمام؟ بل إن الإيمان بالعهد القديم فرض لازم على كل مسيحي، لا ينكره إلا جاهل جهول مجهال. وللأسف الشديد إحنا بنتعامل مع ناس أي طبعا أنا بكتب وراه، ده أنا لو كده كنت ممكن أسجل وراه كمان. يا اللي بيقول أنت بتكتب وراه، أنا في البلطكي بسجل صوت كل اللي بيتقال، خدت بالك؟ يعني لو سمعت خش على القناة مناظرتي مع النصارى على البلطكي، بعمل إيه؟ بخليه يتكلم، اديله فرصته يتكلم، واقوم مسجل كل اللي بيقوله. اختنا نسرين حاضره للمناظرات في البلطجي، واقوم قايل له اللي هو قاله، اساله في اللي قاله، يتضح انهم لا يفقهون اي شيء من اللي بيقولوه.
بيتكلم كلام إنشاء وخلاص، بيتكلم كلام إنشاء وخلاص، وده اللي احنا للأسف بنعاني منه. لا يتكلمون بدليل، خد الرابط اهو، ادخل شوف المناظرات اللي هنا، هتسمع العجب، العجب العجاب، تمام. فالواحد بيعمل للمناظر للمسيحي بيحط له مسألتين او خانتين، لو جه هنا غلط، لو جه هنا برضه غلط، ليه؟ عشان يمشيه الذكي، الذكي اللي يمشي المحاور على مزاجه هو مش مزاج المسيحي. لا، ازاي تمشي انت ترتب كده وتمشي كده. والله انا بعت لك يا حاج، مش عارف بقى ايه المشكلة. طب اقفل الفيسبوك نفسه وافتحه تاني، اقفل الفيس كله وافتحه تاني يا شيخاني، تمام. اخونا متيت، لو عايز متيت، لو عايز تاخد مداخلة صوت، سمعنا صوتك بارك الله فيك، وتفيدنا مما علمك الله، تفضل يعني، تمام. لا لا، سايمون، سايمون روح القدس مين ده؟ انا شاكك ان سايمون نفسه اقنوم متجسد، بلا روح القدس ده سايمون الواحد يتشك فيه ان هو اقنوم متجسد يعني. فزي ما قلت لكم، الذكي اللي يعمل ايه؟ يمشي المحاور في خطه هو عايزه، اول ما دخلت حوارات النصارى كنت، كان يعني كنت في الغرفة، غرفة في الحوار الاسلامي المسيحي في البلطق، فكان بيدخل لي منصرين من الاردن، والاخص مش عارف من الاردن، مش عارف انا ايه موضوع الاردن ده، معرفش مين والكلام ده كله. نحصل المهم كنت بدخل معاهم في الباء في ال... في في نقاشات. انت داخل من جهاز كمبيوتر يا حاج ماتيتا؟ لو داخل من كمبيوتر مش هينفع، لازم تخش من تقبل البث المباشر. البث المباشر ما بينفعش غير من واحد داخل من تطبيق اندرويد او من، ما ينفعش حتى لو في كاميرا، على ما كان يظن. فقلت المجال ده، لحظة ثواني، كان بيدخل لي بعض المنصرين زي ما قلت لكم من بلدان في مشكلة شوية، معرفش ايه اللي، استغفر الله استغفر الله. طيب فزي ما قلت لكم كان بيدخل من بلدان مختلفة، بيتكلموا في موضوع، ولنفرض مثلا في التالوت، يكون بيتكلم في التالوت ماشي، ابص عليه نطلي، اقول ماشي، ارجع اكلمه في الخطيه الاصليه، ابص عليه يكلمني في تحريف الكتاب المقدس، اخش معاه في التحريف، ابص عليه بيكلمني في نبوءات يسوع في العهد القديم، ابص عليه نط معايا لموضوع تاني، ارجع لموضوع تاني، ابص عليه بيكلمني عن ديدات، ارجع لديدات. الشاهد انك مش هتعرف تمسكه من مكان طول ما انت سايبه يسير، طول ما انت سايبه يسير هو الحوار، مش هتعرف تمسك معاه حوار في نقطة معينة، هيقعد يتنطط منك ويتنطط بيك، تمام. فده مقصد كلامي، انك تمشي مع المخالف في طريق واحد مش في عدة طرق، تمشي انت الحوار انت، وترتب النقطة اللي هتتكلم فيها. يعني هتتكلموا في التالوت، ما تخرجوش عن التالوت. بالمناسبة الناس اللي سمعوا حواري مع سايمون، انتوا شفتوا كام مرة سايمون اسأله سؤال يقوم رايح في موضوع تاني بعيد عن الموضوع اللي انا بتكلم فيه، اكون بكلمه ما على سبيل المثال النهارده بنسأل.
السؤال بتاع كل البشرية وانتوا، انتوا حتى انتوا كان المفروض تصلبوا، انتوا المفروض تصلبوا، انا مش عارف انا انتوا قاعدين كان المفروض تصلبوا. المفروض. فقلت له احنا، قال لي اه. قلت له طيب، كتاب اهو، طلع لي من الكتاب ده الصلب. قام رايح، انا والله ما عارف ايه الفكره، مش عارف النت بيقولوا ايه، بيقول شكلهم بعتوا لي برسوم تبوظ. فالمهم المعذرة، مش عارف النت ماله يا شباب. ايوه ما انا عارف بيقطع، مش عارف النت ضعيف شوية، تعبان شوية. فالمقصد والشاهد، لو قطع بقى يا اخوة مش هنكمل بث، لان هيبقى صعب كده صراحة. طيب السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله، باذن الله يظبط الان. لا لا الان، لا لا لا، انا على ستارت الراوتر نفسه، اظن هيظبط كده خلاص، رسترت الراوتر نفسه. فكنت اخر حاجه بقولها لكم، ان وجدت المنصرين ماشيين عباره عن عامل زي الزئبق، خش يمين يجي لك شمال، خش شمال يجي لك يمين، واللي يمشي مع حوارات النصارى يلاقي بنفس الايه، بنفس الامر. سامعني؟ اكتب لي 5. فكنت بقول ان اللي يحاور او اللي يدخل في المجال ده لازم يكون ذكي، يمشي النصراني، يمشي المحاور والمخالف على تفكيره هو، مش على تفكير المنصر. ليه؟ هتفتح 500 باب وانت بتحاور المخالف، هتفتح معاه 500 باب ومش هتقف على ولا باب. تمام؟ مش هتقف على ولا باب، هيتشعب بيك يعني. فكنا بنقول ان الفرق بين اقتلوا وقاتلوا، اقتلوا فعل امر بالقتل، ربنا بيقول في القرآن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم اللي هي المدافعة، فلان بيدافع فلان. لكن اقتلوا للهلاك هي قتل. وفي شوف شوف بقى اللفظة بتاعت المستخدمة في كتاب النصارى، كتاب رب النصارى، بص اللفظة بيقول لك ايه، اقتلوا خلصت؟ لا، ده للهلاك، اقتلوهم لتهلكوهم، اقتلوهم لتهلكوهم، عامل زي اقتل ورمي زي ما بيقولوا، اقتل ورمي. الأمر بيختلف بقى عند الإسلام في المسألة دي. المسألة التانية، إن أنت كمسلم مش مطالب إن أنت تقتل الشخص للهلاك، للهلكة، لأ، وإنما الأصل في هذا الأمر شرع هذا القتال. ليه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. خلاص؟ لأن في مصلحة مترتبة. فين المصلحة المترتبة؟ هقول لك أنا. دلوقتي النصارى بيقول لك إحنا ما بنقاتلش الدين. الكلام ده غلط، الكلام ده ما يقوله إلا جاهل، ما يعرف كتابه. ليه؟ الدليل هقول لك انا الدليل. ألم يقل الرب عند النصارى
تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها. بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم، والحوامل تشق، تجازى. خلينا نجيب النص ونبقى بنتكلم بالنص. السامرة، معرفش أختنا بقى موجودة لسه ولا ساعة البس. شوفوا كده، خدوا بالكم، ده نوع من أنواع العقوبة، عقوبة في الدين، لأنهم تركوا دين ربهم، رب النصارى يعني، وتمردوا عليه فقط. خد بالك، ده ما كفروش، ده بس تمردوا عليه. عمل إيه الرب عندهم؟ الحوامل تتشق، بطنها تتشق يعني، والسيف تسقط، النساء تقتل، الأطفال تقتل أيضا. هيفضلوا يعملوا إيه؟ ده اسمه إيه؟ أليس هذا عنف؟ وعنف إيه؟ يعني عنف افتراء، ده افتراء مش عنف وبس. طيب لحظة، في حاجة تانية، بعض النصارى يقول لك احنا حروبنا او القتال عندنا مش قتال بيقولوا عليها ايه، مش قتال لدين. اقول له ماشي، انا مش عارف انزل النص على فكرة يا شباب، مش عارف انزل النصوص، النت عندي تقيل، فالمتصفح بيبقى صعب شوية ينزل حتى بعد. في عندك في القتال لدين، يعني ايه القتال لدين؟ يعني اذا جه واحد، لو واحد مش على دينك، على دين اخر غير دينك، هل يقاتل بحسب، هل يقتل بحسب رب النصارى؟ بحسب، بص ركز في اللي هقوله واللفظة، هل يقتل بحسب إله يسوع؟ مش بحسب، ده مش بكلام يسوع، لا ده بكلام رب يسوع. أي تمام يا علي النحال، بس احنا هنتكلم في نقطة معينة، احنا بنتكلم بنقطة معينة، هل الحروب إله رب يسوع، حروب رب يسوع، هل كانت حروب لدين أم حروب هل كانت حروب لدين أم كانت حروب عقوبة زي ما بيقولوا؟ حتى عقوبة يعني، بص كده، في من ضمن يقول لك إيه، يقول لك إحنا عندنا الرب ما بيأمرش بحرب دين، ما بيأمرش حد بقتاله للدين. قول له حلو حلو، ما بتقتلوش عشان الدين، امال بتقتلوا ليه؟ بيقول لك بنقتل عقوبة. حلو، بيقتلوا عقوبة، الرب عندهم امر عقوبة. طب بالله عليكم، ايهما اله ارحم؟ اله يأمر بقتال الظالمين اللي عايزين يمنعوا الناس عن دين حتى يدخلوا الباقين وعامة الشعب في دين الله، أم إله يأمر بقتل الجميع دون أن يدعوهم للدين أصلا؟ أضرب لك مثال صغير، يعني إيه اللي أنا بقوله؟ دلوقتي أنت عندك ليك سلطان مثلا على قرية، خلاص ليك سلطان على القرية، على بلد معين، البلد ما سمعتش كلامك وعايزة تحاربك، خلاص، وانت عندك العسكر بتوعك، عندك 100 200 300، خلاص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العسكر بتوعك جت قبيلة مكونة من 50 60 70 شخص، أيهما أولى وأفضل؟ انك تقوم قايل للعسكر بتوعك روحوا اقتلوهم على طول، ولا
روحوا قولوا لهم يتركوا الشغب ويتركوا الاعتراض ويمشوا مع قانون الدولة، العقل والفكر والمنطق. تمام؟ اه عارف يا حاج الموضوع ده، ان يسوع امر بحمل السيف، بس مش يسوع اللي امر بحمل سيف لمين؟ اسمه ايه النبي اللي كان راكب حمار، اللي في نزل فيه النص اللي هو منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان، أظن اسمه راجع معايا اسمه ده، موضوع تاني بس مش اليشع، مش يشوع، أظن مش يشوع، النبي اللي كان راكب حمار ومنع حماقة النبي، شوفوا كده مين هو. المهم، ولو بس انا اظن انه مش يشوع، حد تاني، واحد تاني مش عارف، برخية اسم بالضبط. فعندنا دلوقتي ملك، الملك تحت سلطته ناس حرس، وفي ناس اعترضوا عليه واعترضوا على المسألة، اي بلعام ابن باعور، شفت بقى؟ مش هو، مش ده بالعام، النص في بالعام صح كده، مش يشوع، مش عارف والله بقى ايه اللي حصل في البث ده، مش عارف، الله المستعان، بس شغال ممتاز، بس حصل ايه المرة دي؟ مش في حاجة غلط، مش عارف ايه هي. غير بالعام، يبقى مش عارف. تمام، فعندك سلطان، السلطان تحت ايده حرس، في ناس اعترضوا على السلطان ومش عايزين السلطان يحكم. مثلا عندنا تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، تمردوا على هذا الايه السلطان. تمام، تمردوا على السلطان. السؤال، هل يصلح او بالعقل والمنطق يعني اول ما يرسل السلطان يرسل جيش لقتلهم وإبادتهم، يبادوا كما أمر الرب موسى، ولا يرسل الأول الحرس يدعو الناس دي للرجوع عما هم عليه؟ العقل والفكر الصحيح إنه يرسل الناس، يرسل الحرس بتوعه لدعوة الناس دي للرجوع للقانون وما إلى ذلك، صح ولا لا يا شباب؟ المفروض فكر النصارى غير. ليه فكر النصارى غير؟ لأن مسألة إن الرب عندهم أرسل رسل فار حتى عشان يبعد عن مسألة الفكر الإسلامي. ما هو بيقول لك إيه؟ حجة البليد، البليد مسح السبورة، ياد ذاكر يقول أنا كنت بمسح السبورة، خمسة في ستة بكام يقول أصل أنا كنت بمسح السبورة، عملتش الواجب ليه؟ أصل أنا كنت بمسح السبورة. هو ده عايز يهرب من الإسلام أو التشريعات، عايز يهرب من الإسلام أو المسألة الإسلامية، عايز يهرب من موضوع الإسلام أو المسألة الإسلامية أو الإسلامية أو عشان يعرف يرمي شبهات في الإسلام، يقوم قايل لك أصل أنا كنت بمسح السبورة، فيقوم قايل كلام هو مش ولا في دينه صح، بل ولا علماءه صح اصلا، عشان تبقوا على نور يا جماعه. جماعه الخير، المسيحيه لولا السيف الذي انتشرت به في اوله لما كان هناك مسيح. واحد يطلع يقول لي ازاي؟ اقول له انت عندك قسطنطين الوثني، الملك قسطنطين الوثني، مش عارف برضو النت بيفصل يعني، سبحان الله، الله المستعان، النت عمال يفصل بطريقة غير طبيعية، غير طبيعية، لذلك حتى والله أنا شاكك إن في حد مهكر الحساب بحيث إنه يقعد يفصل كده. لأن هو النت، ما زدتش بس غير إني جبت سماعة بس، والنت من ساعتها بايظ عمال يقطع، ما أعرفش ليه. المهم، قسطنطين الوثني
ده ملك من ملوك الوثنيين، دخل او هو كان حامي حمى المسيحية. هذا الرجل كان وثني، هذا الرجل كان وثني، كان بيدخل الناس في المسيحية بالجبر. بل احنا هنروح بعيد ليه؟ اوروبا والحروب الصليبية في اوروبا كانوا يدخلون الناس يا اما القتل يا اما ان تقبل التعميد، يعني انت تصير مسيحي يعني. تمام؟ في برضو كتب زي وولديرونت، كاتب انجليزي قوي جدا، يقول حتى عند في انجلترا يقول انه معروف جدا يعني، يقول ان المسلمين افضل من المسيحيين حتى في دعوتهم وحتى في قتالهم. تمام؟ ان شاء الله ممكن ابقى اعمل الموضوع ده موسع واجيب الوثائق على هذا الامر. بس انصحكم قبل الموضوع ده، انصحكم باخونا اسمه ايه، اخونا زين عامل محاضرة في الامر ده، عامل محاضرة في الامر ده. لكن انا بهتم نوعا ما بالكتاب. حبيبي يا حاج متيت، انا من النوع اللي بحب اتكلم بالكتاب لان الكتاب بيريح. مثلا تكلمه في التفسير يقول لك لا انا مش دعوه بالتفسير، انا المهم الكتاب، المهم الكتاب. في واحد تاني بقى تجيب له الكتاب يقول كتير، انا بقى ان انا اقول له فسر انت، انا عندي النص فسر انت. تقول لي الكتاب اهو، انا عندي الكتاب. يقول لا انت ما قريتش التفسير. اقول له لا خلاص اقرا لي انت التفسير، هات لي التفسير. عليكم السلام. شفت ازاي؟ طيب كده البث فاضي بيقطع للأسف الشديد، كفاية كده النهاردة لأن البث بيقطع وأنا خلقي بيضيق من المواضيع دي، بتخنق من كتر البث اللي فحاول أشوف إيه الموضوع.